السلام عليكم. في واحدة بتسألني بعد الدرس بتاع النرجسي وازاي الشيطان بيأثر على النرجسي وازاي الشيطان ليه دور في عمل الشخصية النرجسية. هي بتسألني وبتقول لي امال الشيطان الإنسي صفاته ايه؟ انا فهمت من سؤالها ان هي زيها زي غيرها وزيها زي الميديا، منتشر قوي فكرة ان النرجسي شيطان إنسي. انا بقى ليا رأي مختلف عن كل اللي انت بتسمعوه في الميديا. ببص للنرجسي من وجهة النظر الدينية، ووجهة النظر الدينية هي اقوى من وجهة النظر علم النفس فقط. ليه؟ علم النفس بينظر على الانسان بنظرة خالية من فكرة وجود إله وخالية من فكرة وجود شيطان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الاطمئنان عكسه إيه؟ عكسه الاضطراب. طيب المطمئنة يعني إيه؟ مطمئنة الساكنة، ما عندهاش أحوال مختلفة، مبادئها ما بتتغيرش، متسقة مع أفكارها، هي شخصية واضحة، شخصية ثابتة، هي كريمة وهي معاها فلوس وهي كريمة وهي معاش فلوس، هي محترمة ومؤدبة وهي قوية وهي مؤدبة ومحترمة وهي ضعيفة. طيب الشخصية المضطربة بقى ده اضطراب، عارفة انت لما تلاقي مثلا يقولك الأسد مضطرب في القفص، عمال رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هو ده الشخص المضطرب. هو مش عارف انه يعمل له مبدأ يمشي عليه. ليه؟ عشان هو مش اللي بيحركه دماغه. امال اللي بيحرك النرجسي ايه؟ عواطفه ومشاعره وشهواته. يعني النرجسي هو اللي بيحط لنفسه القواعد بتاعته، ما بيسمحش لحد يحطها له. انما هو الشخص النرجسي ليه تعب الناس وقلب الناس ليه؟ وليه بيتهموه انه شيطان؟ لانه مضطرب. يعني يصحى الصبح كده يصلي، بعد شويه مراته تقول له هات لنا فلوس عشان ناكل العيال، يقول لها ايه؟ ما فيش، وهو معاه. مثلا يلاقيها لابسه حجاب وبتقول قال الله وقال رسول، وبعد شويه يقول لها طيب فين مسؤولياتك كزوجه بقى؟ مش انت ست بتعرفي ربنا؟ لا ما اعرفكش، انا ما فيش حاجه اسمها مسؤوليات، اللي بيطلع في دماغي بعمله، اللي بحبه اعمله. الله، طب فين حق الزوج؟ مفيش الكلام ده عندي. يعني ايه؟ هم عندهم اضطراب، بياخدوا من الدين ما يتوافق مع طبعهم وشخصيتهم. يعني طب ما هم كده بقى شخصيات شريره بقى؟ لا، هم يبدو اشرار لان هم الانانيه عندهم عاليه قوي. طب ايه برضو سبب الناس دول كلهم يا جماعه؟ سبب الناس دول هو عندهم زي ما بتقولي كده عدم نضج. تخيلي معايا طفل عنده 5 سنين، الطفل اللي ابو 5 سنين دول هو يعرف حق الناس؟ لا. طيب هو لما تتكلميه في التاريخ والجغرافيا هيفهمك؟ لا مش هيفهمك. لو كلمتيه عن ربنا هيفهم الكلام كويس؟ لا ما بيفهموش كويس. امال هو ايه اللي بيتسيطر على فكر الطفل اللي عنده 5 سنين؟ هو عايز ايه؟ بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ طيب احنا كلنا مرنا بالمرحله دي، مرحله نفسي انا اللي عايز اكسب. لما بلعب مع الاولاد ببقى عايزه انا اغلب، ببقى مثلا اما بلاقي لعبه في صاحبتي بتعجبني. بس احنا كاطفال حتى بتختلف ردود افعالنا، في اللي بيحب اللعبه لدرجه انه ياخدها منه غصب عنه، وفي بتعجبه اللعبه بتاعت صاحبه يقولك لا هي بتاعته برضه. طيب اعمل ايه؟ انا هحاول كده اكلمه بالراحه عشان العب معاه. شفتي ردود افعالنا واحنا اطفال تجاه الناس اللي حوالينا، تجاه الاشياء اللي بنحبها حتى احنا مختلفين. طب احنا برضو مختلفين ليه واحنا اطفال؟ طبعنا بقى، جبلتنا كده. انا واحده طيبه وغلبانه هاخدها منك بالراحه، انت عنيفه تاخديها منه بالعافيه، انت يعني حساس وغلبان هتسيبه وتمشي كده. مختلفين. ممكن مثلا تروح تعيط لاهلك عشان عايز اللعبه دي. يعني احنا ردود افعالنا واحنا اطفال بتختلف نتيجه ايه؟ طبعنا. طيب ايه بقى بعد كده؟ في مرحله بعد كده بقى، مرحله اللي هي الناضج بقى، ان انا ابتدي ابلغ بقى، ابتدي افهم بقى الكلام اللي انا كنت بسمعه، ابتدي استوعبه. الانسان الناضج عمل ايه؟ لما كان بيسمع الكلام اللي الناس اللي حواليه كان بيفكر في الكلام، وكان بيبتدي يعمل له معتقدات من خلال بيشوفه ومن خلال بيسمعه، بيعمله وجهه نظر مع الدين اللي عنده، مع فطرته السليمة، مع طبعه الكويس. مثلا هو عمال بيبني في نفسه، الناضج ده كده. طيب هل الناضج ده يعني ما عندوش عيوب؟ لا، هو عنده عيوب بس هو مش بيبقى مدركها، لان احنا كلنا مش مدركين عيوبنا على فكرة. لغاية ما نحتك بقى، اول ما نحتك. يعني انا مثلا ادعي ان انا بفهم الكيمياء، لما تحطيني امتحان كيمياء هيبين اذا كنت انا فعلا بفهم كيمياء ولا لا. احنا نفس الحكاية كده برضو، انا بدعي ان انا محترمه وهاديه،
يا ترى لما احط لك حد يستفزك هتعملي ايه؟ هتتنك محترمة وهادية، ولا هتتغير أحوالك وتتبدلي لما أجيب لك حد ويكذب عليكي، أو أجيب لك حد ويخذلك في موقف؟ يا ترى هيبقى تصرفاتك زي ما انت كنت بتدعي ده، ولا انت هتتغيري؟ هي كده بالظبط. احنا فعلا ما نعرفش نفسنا غير لما نتحط في الموقف. الانسان الناضج اللي احنا بعد كده مع الوقت بنحب الشخصية دي، هو عمل ايه؟ هو تعب على نفسه، اشتغل على نفسه، ابتدى كل ما يشوف عيب في نفسه يصلحه، قرب من ربنا، خد من الدين المعلومات الصحيحة، ظبط نفسه على القرآن، قال انا عايز ابقى خلق القرآن، عايزه مثلا اتخلى عن الضعف اللي عندي، انا لازم اشتغل على نفسي وابقى انشط من كده، انا لازم انمي قدراتي، انا لازم لو ما كنتش ببص للمستقبل لا ارجع ابص له تاني، انا ما كنتش باخد بالاسباب كفايه، لا انا عايز ارجع اخد بالاسباب كفايه. بيقعد يعمل عمليه تنميه لنفسه. مين بقى ما بيعملش عمليه التنميه دي؟ هو الشخص النرجسي وضحيه النرجسي ما بيعملوش لنفسهم عملية التنمية دي. ازاي؟ انا كشخصية طبيعتي اصلا يعني في حالي وغلبانة، ما بركزش في الناس اللي حواليا، قاعدة في الغابة ومفكرة نفسي قاعدة في جنينة ساذجة، يعني مش مستوعبة ان في بني ادمين ممكن يكذبوا ويحوروا، بصدق اي كلام بيتقال لي. فده عندي كده نقص في قدراتي. انت تقولي عليا انا كده ناضجة وكده كويسة، ولا انا مش طبيعية برضو؟ طيب انا في الحالة دي محتاجة أطور من نفسي، ولا أنا كده طيبة وجميلة والله وبحب الناس وبسامح وأنا كده كويسة؟ لا، تقولي لا يا هناء مش كده، يعني أنت طيبة بس مش لدرجة إن يضحك عليك، مش لدرجة إن الحقيقة باينة قدامك وأنت ما تشوفهاش، مش لدرجة إن اللي قدامك بيستغلك وأنت مش فاهمة. فهمت إزاي؟ أنت نفسك هتقولي لا صحصحي فوقي، يبقى أنا محتاجة أشتغل على نفسي. طيب واحد تاني بقى ناصح وبيفكرش بس غير في نفسه وتفكيره في ازاي ينجو من الموقف ويطلع منه، وازاي يركب على اللي قدامه ويضحك عليه، وازاي تاخد من صاحبتها اللعبه اللي في ايديها من غير ما صاحبتها تحس، عماله شغاله مخها شغال. دي ايه؟ دي بعد كده بقى بتتحول لشخصيه الايه؟ هي دي بقى الشخصيه النرجسيه. ما كانتش واعيه لحقيقه نفسها وحقيقه الناس اللي حواليها، وان في رب وهيحاسب، وان ما ينفعش كده، وان زي ما بتشوفي نفسك وبتشوف الاخرين في حاجه اسمها قوانين، في حاجه اسمها عرف، اتقي الله، ما فيش الكلام ده عندها. ما حصلتش، ما عملتش عمليه النضج، سابت نفسها لاهوائها وشهواتها، ساب نفسه لانه يعني لا انا وانا صغير كان ابويا بيمنعني من اللعب، انا والله لما اكبر انا هلعب ومحدش ساعتها يقدر يوقفني. يعني ايه؟ يعني انت ما فهمتش ان ابوك كان ليه منعك من اللعب؟ ما قدرتش تستوعب ليه كان بيوديك المدرسه؟ ولا مستوعب ولا نيلة، انا كنت قاعد بذاكر وانا زعلان ومتضايق وبروح الشغل وانا عماله بقول ايه القرف اللي انا فيه ده. يعني انت ما كنتش مستوعب اهميه اللي بتعمله؟ لا. طب مش ابوك شرح لك وكده وقال لك حبيب قلبي انا بوديك ليه المدرسه وليه بتشتغل؟ قال لي كتير، بس انا مش مقتنع. انا مقتنع جدا ان الراحه هي احسن حاجه، وان انا اهتم بنفسي وتظرف الناس اللي حواليا، انا مش مقتنع بكده. طيب انت بقى لما تكبر هتعمل، هيعمل فينا ايه ده بقى لما يبقى زوج ويبقى عنده اولاد؟ هيبدو للناس ايه؟ شيطان. انت متخيله واحد بالعقليه دي ساعه ما مراته تقول له عايزين مصروف البيت هيقول لها لا ده انا طالع الساحل مع اصحابي، ساعه ما تيجي تشتكي ولا تتكلم هيهددها بالطلاق وكده، وما تفتحيش بقك او تروح تقولي لاهلي ولا لاهلك، ها؟ وممكن كمان يعني يكرهها لانها بتمنعه من الحاجه اللي بيحبها. بصي، فانت بقى تبقي قاعده محتاره، هو الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ هو مش عارف ان زوجه عنده اولاد؟ لا مش عارف ان زوجه عنده اولاد، يعني ايه اهبل يعني؟ لا غير ناضج. امال احنا ليه سميناه شيطان؟ ليه؟ فعلا لانه بيتصرف تصرفات الشياطين. ما هو تخيلي انسان بالطريقه دي، ابنه عايز يروح المدرسه ومطلوب منه مصاريف المدرسه وهو مش عايز يدفعها، ليه يا حبيبي مش عايز تدفعها؟ ليه معكش فلوس؟ غلبان؟ لا معايا فلوس. امال ايه؟ لا انا كنت عايز اخرج واتفسح مع اصحابي، كانوا مسافرين وانا لازم اسافر معاهم، انا مش اقل منهم في حاجه، وبعدين انا ما صدقت ان انا معايا قرشين وكنت نفسي في الفلوس دي من زمان قوي عشان انزل اشتري الحاجات دي واجيب العربيه دي، ده انا كان نفسي فيها من وانا عندي 16 سنه وجات لي الفرصه. طب ابنك ده ماشي، ما انا هوديه المدرسه بس السنه الجايه، الولايه دي بس المستعجله. طب وانت يا حبيبتي يعني مش جوزك ده يعني لازم تراعيه وكده؟ قال ايه هو صغير ولا ايه؟ ما يقوم ياكل نفسه. ماشي بس انت زوجه يعني المفروض تكون تودي زوجك وكده. لا وانا مالي بيه، وانا هدلعه وعيل؟ لا خلاص بقى زمن القيود انتهى.
ست وأمي اللي كانت قرفاني ماتت، الأب اللي كان بيضغط على أعصابي مات، خلصت. أنا مش هسمح لحد يضغط عليا تاني، أنا عايزة أعيش بالحرية كاملة، محدش يقول لي عيالك ومش عيالك، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ياكل إن شاء الله مع إنه كل. بصي يا حد، تبدو للناس إيه؟ شيطانة، متقومش مسؤوليتها، قلبها جامد، جحدة، لكن هي أصلا إيه؟ هي عقليتها عقلية 5 سنين، ما حصلش عملية النضج. طيب بتروح تتجوز مين الست اللي بالعقلية دي؟ هتتجوز واحد ناضج؟ ما الناضج أصلا مش هتعجبه. مش هتعجبه، مش هيختارها الناضج. أمال مين هيختارها؟ الغير ناضج زيها برضو، بس من ناحية تانية بقى. ده بقى الوضع اللي هو الغلبان العبيط، اللي هو كان ماما بتقول له ذاكر فيذاكر ويشتغل فيشتغل، بس برضه ما عملش انه يشتغل على نفسه بحيث انه يبقى ناصح وذكي وبيفهم في الناس، ويعرف انه عايش في دنيا محتاجه انه يعقل ويفهم، ومحتاجه انه يستوعب الناس كويس عشان يعرف يتعامل، عشان يعرف يدافع عن نفسه. لا، قاعد في غابه ومفكر نفسه قاعد في جنينه حضرته. فبالتالي لما شاف الطفله الاموره اللي عندها 5 سنين دي عماله بتلعب، اصل هم عندهم براءه غير عاديه برضو، ما هم ليه بيشدوا الناس؟ هم ليه تعبين قلب الناس اصلا؟ ما هم كلهم كل حاجه وحشه فيهم. لا، هم عندهم ميزات. عندهم ميزات ايه؟ ايوه، فيهم حته طفوله كده بتشد، فيهم حته يعني طيبه كده وحنيه كده، فاهمه؟ فيهم الحته دي، مش اشرار 100% زي ما انت متخيله ان هم شياطين الانس. لا، هم مش شياطين الانس. وهقولك يعني ايه شخصية النرجسية، بس انا حبيت اوضح لك الاول يعني ايه الشخصية النرجسية وازاي بتفكر، دماغها عاملة ازاي من جوه، محتاجة حد يسيسها شوية عشان يعرف ياخد بالراحة كده منها اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت اذا احتاج الامر للشد هيشد عادي. طب انا ست ازاي اشد على جوز؟ لا، شدي عليه عادي حبيبتي، شدي شدي زي ما الام بتربي ابنها الصغير، بتزعله صح، مش هتديله الشبشب يعني، بس بتعمل معاه ايه؟ تمنعه من الحاجات الحلوة اللي بيحبها. انت ما جبتش كذا للأولاد، لا انا مش هكلمك، انا مخصماك، تتعامل معاك كده كطفل. هو كده، هم اطفال اصلا. طب ما هو انا اساسا انا طفلة، انا كمان، ما هو انا طالما اتجوزت واحد بالشخصية دي يبقى انا كمان طفل اصلا، وطالما انا كراجل اتزوجت بست النرجسية انا اصلا طفل اصلا. ماشي، ما هو انت بقى محتاج انك انت يعني زي ما تلوم نفسك زي ما بتلومها، لوم نفسك برضو. يعني ايه يعني انا كواحده اتجوزت واحد نرجسي، طب انت بتتهميه ليه؟ ما هو انت برضه مقصره في حق نفسك، انت ما عملتيش لنفسك عمليه النضج الكفايه اللي تخليكي تتقي شر الناس دول وتخليكي واعيه لمصلحتك. عندك مشكله في 5 حاجات، ما عندكيش فهم يعني ايه ربنا، فما بتستعينيش بيه على المواقف الحياتيه اللي انت بتمر بيها. عندك جهل بنفسك، يعني مش عارفه امكانياتك وقدراتك، بتشك فيها، مش عارفه تقيمي نفسك صح. عندك مشكله مع الناس، ما بتفهمهمش، ما مركزه كده في كام حاجه، حاجتين تلاته في ايديكي وخلاص، فمش مستوعبه الناس اللي حواليكي بيفكروا ازاي وبيعملوا ايه وعلاقتك بيهم ايه، ومش مش بتظبطي علاقتك بيهم من خلال الدين اللي انت عرفتيه. الحاجه الرابعه، ما انتش فاهمه الدنيا اصلا. يعني انت لو بصيتي هتلاقي نفسك يعني انت ذات قيمه، اتجوزتي حد ليس له قيمه، انت استحملتي حاجات مش المفروض كنت ينبغي تستحمليها. يعني الدنيا فيها الحلو في الوحش، المفروض كنت تفهمي الدنيا وتتعلميها كويس قبل ما تخوضيها، وما تلوميش نفسك على اللي فات. المهم انك انت تبني نفسك من اول وجديد. الحاجه الخامسه هي الاخيره، انك انت مخنوقه قوي من النرجسي. طب ماشي، ما لسه في اخره، هنكمل فيها المعركه دي وهيتم عقاب النرجسي اللي اذاك ده. فما تزعليش، ما تخليهوش يفتنك عن دينك، ما تخليهوش يقهرك ويمرضك، عادي، هو تجربه ارضيه مؤلمه بس مطلوب منك انك انت كانها ماده كده عندك في المدرسه، ذاكريها كويس وفهميها كويس، هتعرفي تنجحي فيها ان شاء الله. فال5 حاجات دول مطلوب من كلنا، مش بس الشخصية الضحية النرجسي، مطلوب مننا كلنا ان احنا نتعلم، ولو اتعلمناهم صح هنعرف نتعامل صح، هنعرف نعدي الامتحان صح. وعلى فكرة النرجسي شخص مفيد جدا. يعني ايه؟ يعني النرجسي في الغالب شخصيته يعني بتبقى سهل السيطرة عليها، النرجسي ينفع قيادته بسهولة جدا، النرجسي ينفع سجادة محترمة، النرجسي ينفع حصان يعني بالكارتة بتاعته تركبيه انتي
ورجليه هو اللي اتغرس في الطين، وانتي تانجو انتي. يمكن الاستفادة من النرجسي بكل الطرق لانه طفل ينفع قيادته، بس المشكلة في ان ضحية النرجسي هي اللي مش بتعرف ان هي تقوده صح، يعني بتهاجمه بتطلب منه حاجات وهي فاكرها حاجات طبيعية، وهي بالنسبة لها حاجات شاقة جدا. هي بس لو فهمته كويس هتعرف تقوده كويس. الراجل لو فهم النرجسية صح هيعرف يستفيد منها جدا. دي طاقة غير عادية، طاقة جسدية وذهنية، ويعني قردة. ست النرجسية دي ست شعلة نشاط، شعلة مش نشاط حركي يعني، بس أقصد أقول إيه، نشاط ذهني، عندها نشاط ذهني عالي جدا. يعني ممكن شغالة معاك في الشركة ما تقعدهاش على حيلها، متجوز نرجسية ما قعدهاش على حيلها، استفاد من وراها. اللي متجوز راجل نرجسي يعني يمكن استغلاله، ويعني عارفة انت حطيه تحت جناحك، ما توفيش قصاده، وما تبقيش ضعيفة. ما ينفعش ابدا واحدة متجوزة نرجسي تبقى ضعيفة، خلصت خلصت، انت اللي عملت كده في نفسك. ما ينفعش ابدا الست تكون متجوزة شخص واحد بالشخصية دي، ده ياكلك يعني. تخيل النرجسي لو اتجوز واحدة ضعيفة، ده يبهدلها، يدمرها. فيبقى المشكلة في النرجسي ولا المشكلة في ان انا ضعيفة؟ عارفة انت ان كيد الشيطان كان ضعيفة، فنقول بقى خلاص الشيطان ضعيف بقى ما نستهل بدوره. لا، امال ايه، اقوي انا نفسي عشان ما اقعش تحت ضعف الشيطان. يعني اللي الشيطان بيأثر عليه ده ايه، الشيطان هو القوي؟ لا، انا اللي ضعفت. فهمتي؟ فاذا النرجسي قدر عليكي فانت اللي ضعفتي، انت اللي ضعيفه، مش النرجسي يعني اللي قوي وكده وده شيطان فظيع وكده، لا لا لا، انت اللي ضعيفه. قوي انت بس نفسك وانت هتعرفي تتعاملي معايا. خلاص معلش بقى، انا المره دي اتكلمت في الموضوع ده، المره الجايه ان شاء الله اكلمكم في الشياطين الانسي، حاجه تانية خالص ملوش علاقه بالنرجسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.